المستعاد من الأموال المنهوبة رزم، واحدة من أشهر السرقات أذهلت العراقيين وكشفت حجم الأموال المسلوبة منذ 2003. سوف يعلن عن هذه الجهات المتورطة بعد إكمال التحقيق. وبين الذهول والاستغراب والحيرة ينقسم العراقيون وهم يشاهدون رئيس الحكومة يقف في مؤتمر صحفي إلى جنب 182 مليار دينار مسترجعة من أصل أكثر من 3 تريليونات دينار ضائعة بين حسابات وعقارات. سبق وأن اتخذ مجلس الوزراء قرار بالتعاقد مع شركة تدقيق عالمية. في طريق وعر يسير رئيس الوزراء منذ اليوم الأول لتسنمه الحكم، وخصوصا أن مكافحة الفساد تجري ببلد ينخر الفساد مؤسساته. طبعا كانت خطوة موفقة من السيد رئيس الوزراء في موضوع استرداد الأموال، وهذه لأول مرة يشهد العراق استرداد أموال مسروقة. نعم يتحدثون عن الفساد وعن السرقات، لكن دائما اللي يسرق يهرب خارج البلد والأموال تتهرب. قانونيا يرى الخبراء أن إطلاق سراح المتهم الرئيسي بقضية أموال الضرائب أمر قد يكون ممكنا وفق قانون أصول المحاكمات الجنائية بشرط استرجاع المبلغ الكامل وتحقيق المصلحة العامة. حكوميا يحاول السوداني من خلال استرجاع الأموال إعادة الثقة بين الشارع والحكومة في تعاملها مع ملف مكافحة الفساد الذي يتصدر أولويات المنهاج الوزاري. بطبيعة الحال المؤشرات التي تصدر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة العراقية، ولا سيما أن هذه المؤشرات هي مؤشرات إيجابية، حتما سوف تعيد في عملية بناء الثقة ما بين المواطن والمؤسسة الحكومية وعلى رأسها المؤسسة التنفيذية. هي قطرة في بحر الأموال المنهوبة، لكنها تمثل أملا لاسترداد مليارات الدولارات المتناثرة حول العالم وسط ترقب لتدفق المزيد منها إلى خزينة البلاد. من بغداد علي أسد، يو تي في.